هذه نصائح موجزة مدلل عليها بالنصوص الشرعية لمن تغيرت أحواله بعد رمضان. أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم وأحوال المسلمين. يا من تغيرت أحواله بعد رمضان، لتعلم أنه كلما بعدت عن عبادة الله وعن طاعة الله وعن العلم الشرعي فإن قلبك يقسو ويقسو كما حصل لأهل الكتاب. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال، ما الذي جرى؟ فطال عليهم الأمد، ترتب على ذلك فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.